انا في فيديو ليا انا عمري ما كنت اتخيل، وكنت مع حد صديقي فبيقول لي اطلعي بره في الشارع، كانوا بيعملين ريد كاربت في الشارع والممثلين يمشوا عليها كده كده يروحوا يركبوا عربيات بعدين يروحوا على المهرجان. فقلت له ما حدش يعرفني في تونس، يعني انا في تونس مش معروفه، انا عملت حاجات بس يعني مش معروفه قوي في تونس. قالت بس اطلعي اطلعي بس اطلعي اطلعي بره. قلت له هطلع بس ما حصلش هحرج وهتضايق مش عايزه اطلع. طلعت بره لقيت الناس بتسقف وسويت وكده، وده طبعا بنسبه 90% عشان جدي وجدتي عشان خلاص من ساعه ما نزلنا من المطار وراكبين العربيه والراجل عارف ان انا بنت فريد شوقي ودي حفيده فريد شوقي، احتفاء غير عادي.